احنا اعتدنا كاعضاء مجال الانتخابات على مدار تاريخنا كله ان نضع انفسنا دايما في وضع المدافع والمتهم دوما امام كافه المحامين، واعتاد المحامين في كل المرات وفي كل السوابق التي تحدث سواء في الملمات في داخل نقابتنا او في تعديل التشريع او في غيره ان ينتصروا فقط لما يرونه هم في مربع ياخذون الى هذه المعركه، واحنا بننصات جميعا الى هذه المعركه. اكثر حاجه نقدر نصبها واقعا على هذا الامر ان هذا التعديل برمته قد تم تحويله الى نص الماده المتعلق باتعاد المحاماه. وانا على يقين ان كل انتخاباتنا على مدار 20 سنه كان كل الهم الدائم لكل المحامين في كل غرفها كيف نتحصل على اتعاب المحاماه. بعضهم وصل الى ان هذه الاتعاب بالمليارات في نقابه وانه 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 وإن. كنا نرضخ لهذه الضغوط الانتخابيه التصويتيه او العقابيه اللي بتتم عليهم. انا بعتقد انه اصبح من الواجب ان اعيد يعني اعيد صياغه علاقه مجلس نقابه المحامين بالزملاء. نحن الممثلين الشرعيين لهم، لسنا ايضا عبيدا لزمايلنا. نحن معاهم بنشاركهم في المسؤولية، لكن واجب أن نفهم وأن نعي أن هذا التعديل يصب في المصلحة حتى ولو كان خصما من جيوب بعض المحامين اللي هم بيئنوا على اعتبار أن الذي يرفع صوته في هذه المسألة بالذات هو اللي بياخد الفتات من الأتعاب. وده اللي احنا محتاجين نطلعه للسيد نقول له أبو 100 جنيه و 150 جنيه أتعاب هو فعلا اللي هيقدر إنه يدفع منهم 50 جنيه مقدما. هذا الذي يجلدنا كل يوم في الغرف، احنا ما اعتقدش ان احنا سعداء ان يكون هؤلاء هم الذين يمثلهم. لا، احنا محتاجين المحامي اللي بجد، المحامي اللي بياخد اتعاب وان ال 50 وال 100 وال 200 وال 1000 الذي يضعهم في حصيله مستقبله واولاده ومعاشه اللي بيقنوا لما بيموتوا بيقعوا بنلمهم بالمناديل في كل غرف المحامين، هم اللي رابطين النهارده ان هم لما تدفع اتعاب المحاماه مقدما وندفع في الرسم احيكم الى ان الرسم الذي ندفعه منه جزء الى صندوق ابنيه المحاكم. هل احنا مسؤولين عن صندوق ابنيه المحاكم؟ احنا هذه المحاكم الموكلين صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تدفعه صاغرا كمحامي في كل مره من المرات بتدفع فيها رسم، جزء من هذا الرسم، نصف الرسم بيروح لصندوق الرعايه الصحيه. ونحن صامتون ندفع للقاضي مصاريف علاجه ونتناسى ان هذا المعاش اللي احنا بندفعه هو للمحامين. هو ده هو اللي احنا المفروض نواجه بيه زملائنا المحامين، لا دفاعا، مش دفاعا عن ان احنا عملنا تعديل ولا دفاعا عن انه هذا التعديل ياتي بسامع عاشور او ياتي بغيره، هذا التعديل لنقابه المحامين بتاريخها المستقبلها. انا بدعوكم دعوه مخلصه لله تعالى. لواحد 10 محامين من كل لجنه او كل نقابه فرعيه، 10 محامين منها واعطيناها مشروع تعديل القانون وتركنا لها الامر ان تعدله لاختلفنا كل 10 على ان هذه المواد هي الاجدى بالتعديل. اما وان قد هذا التعديل قد حدث وان فيه من المنافع والمصالح للمحامين، علينا ان نبدا صفحه جديده، لانه تاريخ ولادنا في نقابه المحامين تاريخ هيبقى مختلف. تاريخ اجدادنا الذين كنا نقف على اعتاب قوة المحامين، انا اشهد في نقابه المحامين في المنوفيه لما كنت اروح لاستاذي رحمه الله عليه لم اكن لاجرؤ ان ادخل غرفه المحامين، كنت اقف على الباب وهو يطلع يقول لي انا عملت كذا يا استاذ في القضيه الفلانيه. الان يجلس ابنائنا الصغار ساقا على ساق فيدخل اسيادهم واساتذتهم وعمده المحامين ولا يقف احد. احنا بنعيد صياغه مشروع جديد بالمدونه في السلوك، نعيدها بالتاديب، بان نوقف الذين خرجوا عن المصاف وخرجوا عن المسار، الذين زوروا وملأوا كل قاعات محاكم الجنايات. مفيش محكمه جنايات في مصر تخلو من محامي كل جلسه من الجلسات. احنا عايزين نعيد التاريخ لنفسنا ونقول ان هذه المجالس صاحبه فضل على تاريخ نقابه المحامين كله. انا اشهد اني اسطر لتاريخ ولادي أن شهدت هذه المرحلة التي تعتبر انتصار للمحاماة، هذا الانتصار الحقيقي. احنا أولادي، احنا أصحابه، احنا نفاخر بيه، ولا نقص رؤوسنا ولا نقول احنا محتاجين إن احنا ندافع ولا ندافع، لا، اللي يدافع عن الحق هو احنا لأن احنا أصحابه، ولا نجلد أنفسنا بتصويت انتخابي أو تصويت غيره، نحن نتشرف فقط
بأن نكون نقباء وأعضاء في مجالس النقابات للمحامين المشتغلين الذين نفخر بأن نكون في وسطهم، إن إحنا محامين. إحنا دول اللي إحنا بنمثلهم بس. شكرا. شكرا.